ده لسه كنا بنقول انا وكريم في الانترو برضو عن البعض اللي بيتكلم عن الميركاتو بقى وخاص بالاهلي، يعني ده هيروح، لا ده هم هيبيعوا فلان، لا ده هم عاملين صفقه فلانيه، هو في ايه؟ يعني ما نهدى شويه. وبعدين احنا بنتكلم باسم النادي الاهلي ليه؟ مش النادي الاهلي ليه الممبر بتاعه اللي بيطلع اي تصريح يعني، فلا هو طلع حاجه، سمعنا حاجه النادي الاهلي صرح بيها او مجلس الاداره، فيعني هو في ايه فعلا؟ يعني يمكن وسائل الاعلام المختلفه بتحاول توصل لخبر، بتحاول تعمل اثاره شويه عشان يبقى في متابعه بالنسبه لها. زي ما حضرتك قلت احنا هنا في قناه النادي الاهلي كل كلامنا بنتكلم على النادي الاهلي، يعني ما بنتكلمش على الانديه الاخرى، يمكن في قنوات اخرى برضو بتركز علينا اكتر ما بتركز على الانديه الخاصه بيها. خد الحصري عندي، خد الخبر عندي، مش فاهمه والله. هو كلها الاخبار، حتى لو اخبار انتقالات لعيبه او اي حاجه اعتقد هي بتاخد وقتها وبعد كده بتعلن بشكل رسمي. بالظبط، واعلانها في بعض الاوقات يعني بنتكلم دلوقتي عليه علامات استفهام، انت بتتكلم كمان مش بس اللعيبه مضغوطه بدنيا ونفسيا وغيره، في الفتره دي برضو كل لاعب عايز يثبت نفسه وعايز يكمل وعايز يفضل موجود، فانت لما تيجي تقول اشاعات او تروج كلام زي ده، ما انت عايز ايه؟ عايز تاثر يعني بشكل سلبي على اللعيبه بتاعتي، ما مش حلوه. بس الحمد لله مفيش حاجه بتاثر ولا لا ولا لا الكلام لا. ده بياثر، احنا عارفين من زمان يعني. الحمد لله. بس برضو السوشيال ميديا بصفه خاصه يعني زودت الطين بله الحقيقه، والنقطه اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها دي بموجبها في كوارث كتيره بتتعمل، يعني فكره ان انا اعمل اي حاجه لمجرد ان يبقى عندي عنوان جذاب براق فيعمل لي نسبه مشاهده ونسبه لايكات ونسبه شير، اكاذيب بنلاقيها، افتكاسات بنلاقيها، فنتج عنها بلبله. يعني السوشيال ميديا بدل ما تدعم هذه الرياضه وتزود من محبه الناس ليها، ساعدت على الفرقه، ساعدت على ان يكون في ضغينه، ساعدت على التوقيع بين كيانات مختلفه. فلما الموضوع ده كمان يوصل للبرامج التلفزيونيه بشكلها المتعارف عليه، يعني قلنا السوشيال ميديا اهو كل واحد فاتح كاميرا موبايل ويطلع يطق له حنكين ويعمل فيديو ويحمله، خلاص بيتحمل هو شخصيا مسؤوليته. لكن لما نلاقي ان الاداء ده والجري والبحث عن الترندات وصل كمان لبرامج ومقدميها كمان ناس كبار وليهم ثقلهم، شيء مش يعني مش يتقال عليه مؤسف برضه ولا حضرتك تختلف؟ المفروض يعني يبقى فيها مصداقيه، واحنا الحمد لله يعني بشكركم، بشكر القناه وال يعني المسؤولين عنهم حضراتكم كلكم كل البرامج، احنا عندنا مصداقيه هنا اعتقد مش متوفره في اي مكان اخر. اذا كنت انت بتحاول تعمل يعني بروباجندا كده للقناه بتاعتك او البرنامج بتاعك، شويه شويه انت بتفقد مصداقيه وثقه الناس. طبعًا. فانت عايز تعمل شعبيه او جماهيريه للقناه بتاعتك او البرنامج بتاعك، مع الوقت انت هتبقى هتجيب نتيجه عكسيه معاك. ده الخاص بالبرامج، لا يصح الا الصحيح. بالظبط، لا يصح الا الصحيح. ده مش بس برامج زي ما كنا بنقول، لك كمان سوشيال ميديا، اسكت قول كريم، حط صورتك قول فلان الفلان وتصريح، يا عم فين التصريح ده؟ ما تجيب الفيديو يا عم، مفيش الكلام ده، اي كلام بيتقال.